يعني مش مع دعاء. Seven years old female presented by cardiac arrest after elective surgery. That post resuscitation ECG. تمام. طب نديكوا دقيقة كده تبصوا على الـ ECG وتقولوا لنا عليكم. Left axis deviation was poor R wave progression. PR normal, QRS normal width. QT is prolonged about 700 ملي سكند مثلا 600 حاجه زي كده او اكتر كمان. طيب وهنحسبها كوركتد ازاي بقى؟ انا بشوف احسن حاجه الكيو تي في ليد 2 وبي 5 وبي 6 وباخد اللاين كده تنجنشالي على يعني على التي داون سلوب بتاع الداون سلوب بتاع التي. تمام. ونشوفه يقطع البيز لاين فين؟ يطلع البيز لاين فين ويقيس المسافه من اول كيو ار اس لحد اخر اللاين التنجنشال اللي هيقطع اللي هيبقى تنجنشال للتي وبيقطع البيز لاين. تمام. فهتطلع كام؟ كيو تي اللي هو البازيت فورمولا. بازيت فورمولا از اوكي في الهارت ريت ده؟ هو هارت ريت 60 هو في البرادي كارديا الفورمولا يعني مش فالبازيت فورمولا از اوكي في هارت ريت من اول 60 لحد 100 صح. فده هارت ريت يعني 60 something 65 ولا حاجه. فده بازيت فورمولا از اوكي هنا هنقسم الكيو تي انترفال على السكوير روت اوف ذا ار ار. تمام. طيب هتطلع ديفينتلي برولونج. طيب ايه رايك في اسباب البرولونجيشن في السيتنج ده؟ هي شيز يونج. فا اول حاجه في دماغي هي بتكون كونجنتال ممكن تكون كونجنتال لونج كي تي صح. او حاجه اكواير بقى سواء ميديكال او يعني فارماكولوجيكال او الكترولايت ديستربنسز خصوصا هي بعد الكتيف سيرجري. بفكر برضه في ممكن تفكر في هايبوكاليميا في هايبوماجنيزيميا في دراج تكون خدته. ايه اللي بوست ارست ممكن يبرولونج الكي تي او يشو الليتنت كيو تي يعني عيان ما كانش عنده كيو تي طويلة قوي بس هو عنده الجين وبعدين اديت له دراج بوست ارست فيقوم يخلي كيو تي مانيفست ادرينالين صح. حلو. الادرينالين في الكاردياك ارست بيبرولونج الكيو تي. طيب لو دي كونجينيتال لونج كيو تي تبقى انهي نوع؟ احنا عندنا ثلاث انواع كبار وكل نوع فيهم ليه شكل معين. في واحد بيبقى مع سنسري هيرنج لوس اللي هو جابل نيلسون كويس دي لونج دي رير فورم صح. انما احنا لونج كي تي 1 لونج كي تي 2 لونج كي تي 3 كل واحده فيهم ليها شكل الاس تي سيجمنت والتي ويف. دي يعني واحده فيهم لا طب مين يقول لنا رأي دي هقول لو عايز تقول دي لونج كيو تي 1 لونج كيو تي 1 ايه اللي بيميز اللونج كيو تي 1 برود تي برود بيز تي ويف. طب تقدر ترسمه لنا كده؟ ساعات بيبقوا حاطين القلم هنا الموضوع ان انا ارسم هتفرق لو في تي يو لو في لما يجي قلم نبقى نرسم الحكايه هو اليوم
لو خدت الجنجنشال كده اليو هتخش مع التيوتي على حسب ماشي. طيب هو لون كي تي 1 ولون كي تي 2 دي ابنورماليتي في جين انكودينج فور وات؟ بوتاسيوم شانل. بوتاسيوم شانل. لون كي تي 3 سوديوم شانل بيزيد الفانكشن جينو فانكشن. اوكي جينو فانكشن ميوتيشن في السوديوم شانل ذا لون كي تي 3 ولوس اوف فانكشن ميوتيشن في الجين انكودينج فور بوتاسيوم شانل فور لون كي تي 1 ولون كي تي 2. طيب لحد ما يجي الماركر ونكتب ونرسم وكده ايه رايك كل العينه دي نعملها ايه؟ بيتا بلوكرز فيرست ولا عشان في استر سادر كارديك ريسيو ولا اي سي دي على طول كده؟ بص انت اي سي دي ممكن دي على طول. هو ده حديث ذو شجون. ازاي حديث ذو شجون؟ اول واحد اول حاجه انت المفروض تتاكد هو في ريفرسبل ايتيولوجي ولا لا. يعني اول حاجه انت محتاج تتاكد هو في ريفيرسيولوجي ولا لا. يعني العيانه دي لو فوزت على ريس 3 وقسمها 2.3 من انت جايز ما تحطش اي سي تي صح؟ طب لو طلع وطلع عندها كورونري دايسكشن انت جايز ما تحطش اي سي تي؟ طب ولو طلعت واخده 10 امبولات ادرينالين وبرون ريس دي فور هاتش اي سي دي كل دي سيناريوهات محتمله. فاول حاجه انت لازم تكسكلود الريفرس بالايتيولوجي. طب افرض ان الريفرس بالايتيولوجي از اكسكلودد والعيانه دي بريزنتد بكاردياك اريست يبقى المانجمنت ايه؟ اي سي دي. فور اي سي دي بيكوز ذس از ا سيكندري بريفنشن انديكيشن. يعني عندها لونج كي تي وسرفايفد سادن كاردياك ديث. طب قبل ما نخوض في المانجمنت خلينا نتكلم على الانواع بقى. دول الثلاث انواع دي لونج كي تي 1 يتميز ببرود بيز تي ويف ولونج كي تي 2 تتميز ببيفيد تي ويف ولونج كي تي 3 تتميز بلونج اس تي سيجمنت وراذر نورمال ديستنت تي ويف. تمام ماشي جبنا سيرة الكلام ده برضو قبل كده. بس مين فيهم مين فيهم بيبريزنت باي ايفنتس ديورينج اكزيرشن؟ وان اشهر نوع من انواع الاكزيرشن اللي بيعمل سينكوب او سادن كاردياك ديث في لونج كي تي 1 هو السويمنج. طب مين فيهم بيبريزنت بايفنتس وذ هاي بيتشد ساوندز؟ طلق نار او رينجينج بيل. بيقول لك ايه؟ هي صحيت من النوم بتصرخ وبعدين اغمى عليها ما عرفناش نفوقها. صحيت من النوم على صوت طلق نار. دي لونج كي تي 2. طب مين فيهم الايفنتس بتوعه بتحصل ديورينج سليب؟ 3 لونج كي تي 3. هي طيب ايه اول لاين اوف مانجمنت لعيان ما جاش بكاردياك اريست؟ يعني العيانه دي ما هياش السيناريو ده خالص، هي جايه لك بتشتكي من اي تيبيكال تشست بين بس انت عملت الدي سي جي لقيته فيه لونج كي تي الفظيعه دي، لونج كي تي 600 مللي ساعه. بتعمل ايه؟ 2 نون سيلكتيف بيتا بلوكرز. بيتا بلوكرز اول فيرست لاين اوف ثيرابي هو البيتا بلوكرز. حتى لو العيانه جايه بتشتكي من سينكوب برضو اول لاين اوف ثيرابي هو البيتا بلوكرز. الاي سي دي في العيانين اللي ما عندهمش دوكيومنتد لا سادن كاردياك داس ولا بوليمورفيك فنتريكولار تاكيكارديا دوره لما العيان يجي له سيمتوماتولوجي على البيتا بلوكرز. تمام؟ حتى في فاميلي هيستوري في
المفروض حتى لو في family history of sudden cardiac death يعني هو وفي شوية risk factors صح؟ أول risk factor وأهم risk factor هو ال duration of the QT. QT interval فوق 500 ملي سكند is risky. تاني risk factors هو السينكوب العينين اللي مش symptomatic العينين اللي هي سينكوب. دول أهم risk factors دول الريسك فاكتورز اللي ليهم تأثير في المانجمنت. الفاميلي هيستوري از ا ريسك فاكتور بس الفاميلي هيستوري لوحده ما يستدعيش امبلانتيشن اوف الاي سي دي. معظم الناس اللي بتحط اي سي دي في عيان عنده فاميلي هيستوري بيبقى فور سايكولوجيكال ريزونز. طبعا لازم انت تتخيله ده عيان جاي بنته وبنته الثانيه دايت سادنلي ولقوا ان عندها نفس الحاجه اللي بتموت صح. فحتى لو الكي تي مش طويله وحتى لو العيان دي ما بيجيلهاش سيمتومز احيانا كتير قوي الديسكشن ليدز تو ذا امبلانتيشن اوف ان اي سي دي بروفيلاكتيكالي. انما لازم نبقى عارفين ان مش هو ده الابروبريت براكتس ات ليست اس بير ذا جايد لاينز. بس ضروري برضو نبقى عارفين ان الجايد لاينز سايبه لك باب. الباب ده هو البريفيس بتاع الجايد لاينز بيتكلم على ان احنا ما عندناش داتا كافيه على المرضى دي وبالتالي الديسيجن فور ايتش بيشنت هاز تو بي انديفيدوالايزد اكوردنج تو ذا فيزيشن ديسكريشن اند كلينيكال جادجمنت. فانت البراكتس ما هوش غلط انما البراكتس معتمد على يعني وين ذا ريسك اجينست ذا بنفيت ديسكشن وذ ذا فاميلي اند سو فورث. كل من بيتا بتخرج معانا السؤال صح كده. صح. طيب السؤال لنفرض ان العيان ده جاي لك باللونج بي تي 3 ده صح وبعدين اديت له بيتا بلوكرز وبعدين ما زال بيجي له سينكوب هتعمل ايه بعد كده؟ اي سي دي. صح. طب العيان ده جايب اللونج كي تي 3 ومازال بيجي له سينكوب وعملت انتروجيشن للديفايس لقيته بيجي له بوليمورفيك فنتريكولار تاكيكارديا شورت باوتس اوف فنتريكولار فيبريليشن. واتس ذا نيكست لاين اوف تريتمنت؟ وعلى ماكسيمم توليريتد دوز اوف بيتا بلوكرز نقلل الهارت نزود الريت بتاع البيسر ولا لا هو ممكن يبقى ريسينج والفكره اللي انت بتقولها از ريزونبل بس نوت لونج كي تي 3 دي انتيريزمك ويتش انتيريزمك لا كوردرون صحيح هو مش بيزود الريسك اوف ترصاد بس ده في الجنرال بوبيليشن ما اعرفش هيعمل ايه في عيان عنده اوريدي لونج كي تي. هو ممكن استخدم فليكنايد؟ هو فليكنايد از ذا نيكست لاين اوف ثيرابي في العيانين اللي عندهم لونج كي تي 3 ومازال بيجي لهم سيمتومز ديسبايت بيتا بلوكرز. طيب لو هو لونج كي تي 1 او لونج كي تي 2 هتعمل ايه؟ ده عيان بياخد الماكسيمم توليريت دوز اوف بيتا بلوكرز ومركب اي سي دي ومازال بيجي له سيمتوماتولوجي وفنتريكولار اريزم. مش ده السكند لاين از بير ذا جايد لاين. ممكن تزود الهارت ريت بالبروجرامينج ده وارد. الانكريز ان ذا هارت ريت عن طريق الاتريال بيسنج ممكن يشورت الكي تي كل انواع الكي تي اكشن. ازاي اتريال بيسنج او الاي سي دي ولا لا الاي سي دي ممكن يكون دول تشالنج دول تشالنج. ايه رايكم؟ ايه اللاين اوف تريتمنت الاخير للعينين اللي عندهم لون كي تي؟ سيمبثاتيك ابليشن. مش هو ما اسموش كده بس هو ده الفكره يعني اسمه ليفت كاردياك سيمبثاتيك. تمام نفس فكره البيتا بلوكر بس اجريسيف فورم او
adrenergic denervation. طيب عظيم جدا. أظن this is all what I need to say about this. ما كليك سلمى. Bradycardia induced PVCs, RNT, ventricular fibrillation, polymorphic VT. طب هو البيتا بلوكر ليها رول في المانجمنت بتاع التايب 3؟ نوت نون واي بس يعني الفليكانايت دوره في العيانين اللي فيل بيتا بلوكر حتى في اللونج كيو تي 3. احنا كنا زمان بنقول ان اللونج كيو تي 3 البيتا بلوكرز مش انديكيتد فيهم, انما الجايد لاينز 2017 ما زالت حاطه دور للبيتا بلوكر في العيانين اللي عندهم لونج كيو تي 3. يعني انا اي بيشن في سي جي بريكاردكس سنسور 65 اند اي جيف بيتا بلوكر, هل في بريكوشنز معينه يعني انا هبقى بدي بيتا بلوكر وانا خايف زي بريكارديا؟ لا, ما هو فولو اب. وبعدين يعني clinical experience بتقول ان انت as long as you follow the patient closely عمرك ما هتوصل لهارت ريت ديليتيريس. يعني العيانين الاسكيميك احنا فيهم بنتارجت هارت ريت 55 ريستنج, ف if you can reach عيان زي ده خد بالك ان العيانين دول كلهم young age والسمبثاتيك تون بتاعهم عالي والهارت ريت ريلاتيفلي هاير, ف if you reach التارجت هارت ريت ده غالبا you can get away without symptoms with good control of the arrhythmia. I am بس حومي لومي. أو ممكن يتلحق, ما هو ممكن بدل ما يموت يجيله adrenal respiration. مش adrenal respiration ده one of the signs of the ventricular arrhythmias اللي هو عيان يتلقى إن هو ممكن بس مش ده كومن. يعني الطب ما فيهوش طبعا يعني سوليد رولز, كل البرزنتيشنز وارده, بس الايدج اوف ديسكفري اوف لونج كي تي غالبا تحت سن ال 40, غالبا تحت سن البرزنتيشن. هل في اي رول جين ثيرابي ولا لسه ما حدش فكر اصلا؟ Not that I know of. I don't think so. A young woman with family history of sudden cardiac death presented to the ER with recurrent attacks of syncope. Will bleed ECG. انا شايف قبل الفيرست بي في سبايك قبل البي. تمام, اوبزرفيشن مهمه. يعني العيان ده غالبا as far as we are concerned till now هو مركب بيس ميكر سنجل ولا ديول؟ لان في الكومبكس برضه هنا واضح السبايك قبل الفنتريكولار. صح, في تو سبايكس مش بس واحد. يعني في اول بيت خالص في سبايك, وبعدين في البيت اللي في اول في واحد وفي اتنين وفي ثلاثه في سبايك اتريال برضو, انما اخر تو بيتس فيهم تو سبايكس, واحد قبل الاتريال وواحد هو الصراحه شكله غريب وهنتكلم عليه, بس شكله ديول لان يعني في تو سبايكس ورا بعض. ماشي, بعدين بعد الفيرست كومبلكس دي هتبقى بريماتيور بيت والكيو تي انترفال هنا بلونج كي تي انترفال في اول بيت دي شكلها برولونجد والتي ويف شكلها بيزار. صح, نفس الحكايه برده في التي ويف اللي جايه في الكيو ار اس الثاني اللي بعد في 1 وفي 2 وفي 3 شكل كي تي انترفال ويرد. صح,
very long QT interval, broad based T wave. حاجة شكلها غريبة. بعد البريماتور بين دي في دخل وايد كومبلكس تاكيكارديا بوليمورفيك بيتنج. بوليمورفيك فنتريكولار تاكيكارديا. شكلها ليها شكل مميز. صح. ده شكل الكونسرتينا باترن بتاع الترصاد دي بوان اللي هو بيحصل في العيانين. اللي هو نوع من انواع البوليمورفيك في اف في تي اللي بتحصل في العيانين اللي عندهم لونج كي تي فيقوموا يسموها تورساد بوان. تمام. وبعدين في بي في سيز صح؟ يعني في بيست بيت في الاتريوم وبعدين البي في سي اللي شكلها غريب دي وبعدين تيجي بيت تانية الكاركترايزيشن بتاعها صعب. يعني مش يبدو ان كلهم بي في سيز. وبعدين اخر بيت دي بقى ايه رايك ايه اللي يفسر البيسنج سبايك الفنتريكولر اللي قريب قوي من الاتريال بيسنج سبايك ده دي حاجه مش طبيعيه يعني العادي ان احنا لما بنبروجرام ديول تشامبر بيس ميكر او اي سي دي ان احنا بنسيب اي في ديلي فيسيولوجيك صح okay. الفيسيولوجيك اي في ديلي ده بيبقى 150 ملي سكند 180 ملي سكند 200 ملي سكند انما ده شكله اقصر من كده مال سنسنج يعني عايز تقول ان البيسنج الفنتريكولار ليد ما حسش البيت دي وبالتالي عمل بيسنج صح طب هو ليه هيبيس ات شورت اي في ديلي انتوا شايفين انا بتكلم على ايه صح يعني انا بتكلم على اخر بيت دي ده اتريال بيسنج سبايك وبعدين فنتريكولار بيسنج سبايك وبعدين في بيت فنتريكولر البيت الفنتريكولر دي طب تبدو نورمال بيت او راذر نورمال بيت بس البيس ميكر از بيسنج ات ا شورت اي في ديلي ده مش طبيعي ولا ممكن ده كوينسنس ان السبايك جت مع ما قالوش الحته دي ما قالوش بس طب ماشي ما هو اصل ده شغل مع الباتري مش الليد الباتري بتدي اي في انترفال شورت بتبيس بدري عن الميعاد اللي المفروض تعمل عليه بيسي طب هو احنا متاكدين ان الكيو ار اس دي بيست ممكن بغض النظر هو الانترنسك هو الانترنسك بتاعه فعلا او هو بي في سي الله اعلم بس ستيل ده ملوش علاقه بالسؤال الباتري بتدي بيسنج بشورت اي في ديلي ليه لا انا لازم اقول عشان احنا دخلنا في البطاريات فيها خاصيه اسمها ايه اسمها فنتريكولار سيفتي بيسنج ماشي ايه الفنتريكولار سيفتي بيسنج ده طبيعي ان اي بيسنج سبايك في اي باتري بيس ميكر بيعمل بعديه نويز ده طبيعي ان ده كهرباء صح فبتعمل بعديها نويز فهم ايه في انترفال الانترفال دي هي الاي في ديلي الطبيعي صح كده ما بين انترفال دي في انترفال اسمها كروس توب انترفال كروس توب انترفال دي عباره عن ايه عباره عن انترفال يحصل فيها نويز احيانا النويز ده بيبقى ناتج عن البيسنج سبايك اللي قبليها خلاص البيس ميكر عارف ان هو لو حس حاجه في الانترفال دي ده ممكن يكون نويز صح فهو بالصدفه العيان يجي له بي في سي او يجي له انترنسك كوندكشن في الانترفال دي فالمفروض البيس ميكر يعمل ايه يسكت لو البيس ميكر بيخاف بيخاف ان يكون ده نويز فينهبت فنتريكولار بيسنج فيقوم ما يعملش كده فيقوم يبيس ويبيس بشورت اي في ديلي يسموا ده فنتريكولار سيفتي بيسنج يعني انا حبيس في الفنتريكل تحسبا لحسن يكون اللي انا حاسبه اللي انا شايفه في الانترفال اللي هي الكروس توك انترفال دي نويز فانا لو سكت هينهبت البيسنج فما ينفعش اسكت فهبيس بشورتر اي في ديلي بدل ما هبيس بالاي في ديلي العادي بتاعي
انا هعرف الناس دي ان انا حسيت نويز في الكروستوك انترفال فهبيس بشورت تايم ايبي دي. احنا بنقول احسن الكيو انترفال سواء في النورمال او في الاي دي سي او في البيز ليها طرق كوركشن، ليها طرق كوركشن، بس يعني المفروض ان البازيت فورمولا مش بتنطبق غير على النورمال ساينس ويف. انما في بيبرز عن كوركشن ميثودز ممكن تعملها عشان تقيس ديورينج بيسنج وديورينج بي بي سيز وكده حاجات زي كده. البيشنت دي مركبه اي سي دي وكانت جايه الاستقبال بريكرنت اتاكس اوف سينكوبي وريكرنت شوك ديسشارج من الاي سي دي. ده الاي سي جي بتاعها بعد 3 جرام ماجنيزيوم وكان في هايبوكاليميا. كثر كوركشن 29 years old male presented to ER by dyspnea and palpitations. Showing white complex tachycardia. أول حاجة هنشوف في EV dissociation أو لأ. مش وانت قلت ان دي وايت كومبلكس تاكيكارديا صح؟ والديفرنشال بتاعك ايه فور وايت كومبلكس تاكيكارديا؟ يبقى اول حاجه في تاك او اي جي تي از ابارنت كومبلكشن او اي جي تي از بري اكسايتد او بري اكسايتد تمام. وبعدين ده مش بيسنج ولا ارتفاكت؟ لا ده مش بيسنج ولا ارتفاكت. انا حاسس ان في بيت سيتويشن، انا شايف في التهاب بتيجي في اوقات قبل الكومبلكس بعد الكومبلكس مالهاش علاقه. تمام، وانا كمان شايف اللي انت شايفه ده، يعني في ديفليكشنز، الديفليكشنز دي تبدو انها بي ويفز. وي شود نوت موف ذس. يعني الديفليكشن ده يبدو انه بي ويف والديفليكشن ده يبدو انه بي ويف والديفليكشن ده يبدو انه بي ويف. باين هنا فليت في 1 ديفليكشن اهو وهنا ديفليكشن، يعني بريتي ماتش ذس از في هي ديسوسيشن صح؟ فانت عايز تقول ان دي فينتريكولار تاكيكارديا. ماشي موافق. الفينتريكولار تاكيكارديا دي عيان صغير في السن وفي سيشن الانهيريتد اريزميا سيندرومز اخذ ليفت باند. المفروض بتاعها ايه؟ ليفت باند برانش بلوك مورفولوجي. ليفت باند برانش بلوك مورفولوجي يعني طالعه منين؟ يعني طالعه من الرايت. ليفت باند برانش بلوك مورفولوجي يعني طالعه من الرايت هاند. ماشي، في عدم وجود اسكيميك كارديومايوباثي دي غالبا طالعه من الرايت فنتركل. فين في الرايت فنتركل؟ فوق تحت؟ 2.3 اف اف بوستيف يعني هي رايحه ناحيه الانفيريور سيرفيس يبقى جايه من البيز جايه من فوق. ايه اللي فوق في الرايت فنتركل؟ الاوت فلو تراكت. عظيم، يبقى ده اوت فلو تراكت فنتركلر تاكيكارديا صح؟ which could be idiopathic it could happen in a normal heart صح؟ طب ممكن نشوف التريسنج اللي بعد كده؟ After DC shock. سيقول. إيه رأيك بقى؟ 12 ECG ودلوقتي هو sinus. في T wave inversion. almost 2.3 VF و V1 almost V6. فده مش نورمال طبعا، ده في T wave inversion من أول V1 لحد V6 وفي الانفيرو ليدز كمان. That's grossly abnormal. Will QT be I'm not sure about that.
يعني الكيو تي هنا لو حسبتها تطلع لك 420 ملي سكند ولا حاجه. I don't think it's very long. بس اللي انا هساله لك بقى سؤال، هو ايه احتمالات التي ويف دي؟ ده سؤال مهم. هوكم ابيكال هوكم بعد الدي سي تي ويف ممكن تقلب؟ هل ممكن تقلب في كل البريكورديال ليدز كده والانفيو ليدز؟ صعب بس مش مستحيل. ماشي ابيكال هوكم بوست دي سي ابيكال هايبرتروفيك كارديوماوباثي اكتر اكتر ياخد الانفرولاترال، مش كومنلي انه يكستند الفي واحد وفي اتنين بس نوت امبوسيبل. شفنا عيانين الاكستنت بتاع الهايبرتروفيك فيهم يعمل المنظر ده صح. اي ار بي سي از ا بوسيبيليتي في تول ار في واحد. طب خلينا ايه تاني البوسيبيليتيز بتاعت التي ويف انفرجن في السيتنج ده؟ ممكن تبقى اسكيميا، الاسكيميا ممكن تبقى في الديفرنشال بتاع اي حاجه بالمونري امبوليزم. ماشي بس خلينا يعني الاسكيميا والبالمونري امبوليزم واردين في اي سي جي، بس احنا في كلينيكال سيناريو في عيان عنده 29 سنه مش المفروض ان هو يكون عنده حاجه تجيب بالمونري امبوليزم لان هو ما قلناش كده وما عندوش غالبا ريسك فاكتورز اوف كورونري ارتري ديزيز. فدول كود بي اون ذا ليست بس لو اون ذا ليست. ايه تاني؟ انا بدور على حاجه معينه، عيان عنده فنتريكولار تاكيكارديا وجايب تي ويف انفرجن ديفيوز انفرولاترال حالا، ميموري تي ويف، ميموري تي ويف ده ديفيوز تي ويف تشينجز ممكن تحصل. لا مش هي نفس فكره البوست سي. لا يعني لو عيان جات له فنتريكولار تاكيكارديا وسبونتينيوس ترمينيتد ممكن يكون عنده ميموري تي ويفز مش بوست دي سي ولا حاجه. ماشي فالميموري تي ويفز دي بتحصل بس بعد الفنتريكولار تاكيكارديا، مش محتاجه اي حاجه تانية عشان تحصل وبتبقى ديفيوز بالمنظر ده. طيب في وسط الديفرنشال ده بقى في حاجه منهم واخده الابر هاند اللي هي نقول بقى الكلام اللي محمد قاله في ابسيلون ويف صح. في الجي بوينت از نوت نورمال، الجي بوينت فيها ديفلكشن والديفلكشن ده باين في كل الليدز تقريبا، الانفرولاترال اللي هو ده صح والرايت بريكورديال. فذيس از فيري كلير ابسيلون ويف. ابسيلون ويف دي بتحصل في العينين اللي عندهم اي ار بي سي ريزموجينيك رايت فنتريكولار ديسبلازيا، وبتحصل نتيجه ايه؟ هو الابسيلون ويف دي عباره عن ايه؟ الجي بوينت في ال عشان ريبولاريزيشن. I don't think so. هم العينين اللي عندهم ايه؟ عندهم ايه؟ فايبروفاتي انفلتريشن. فايبروفاتي يعني الرايت فنتركل بتاعهم سكارد مش كده؟ الرايت فنتركل ده سكارد صح؟ فيقوم يحصل الكي ار اس كومبلكس نتيجه الليفت فنتركلر ديبولاريزيشن، وبعدين الويف تسبريد للرايت فنتركل عن طريق الرايت باندل فتعمل له اكتيفيشن صح؟ بس الويف اوف ديبولاريزيشن ما بتمشيش بسهوله ويسر، بتمشي سلولي نتيجه الفايبروفاتي انفلتريشن. فيقوم جزء من الكيو ار اس كومبلكس يبقى اكتيفيتد ليت فيبقى ديلايد كده، فده ايفيدنس اوف سكارينج. كويس الابسيلون ويف دي ما هي الا سلو كوندكشن نتيجه اكتيفيشن للرايت فنتركل بيكوز اوف ذا سكار. طيب ده كان زمان يتشاف في الاي سي في حاجه اسمها السيجنال جي سيجنال افريج جي سي جي صح. السيجنال افريج جي سي جي ده هي دي كل فكرته ان هو بيدور على السكار، بس هو لما ما يلاقيهاش كلير كده يقوم يوفرلاي 1000 اي سي جي فوق بعض 1000 اي سي جي صح، وبعدين يعمل لهم فلترنج علشان يوري الليت بوتنشلز دي. الليت بوتنشلز دي ما هي الا الليت بوتنشلز اللي لو كانت قويه جدا تملك في السيرفيس اي سي جي على هيئه ابسيلون واي صح. هو دي الليت بوتنشلز بتاعت السيجنال افريج اي سي جي اللي بتحصل في العينين عندهم اي ار بي سي واللي ممكن تحصل في العينين الاسكيم. اي عيان عنده سكار ممكن يحصل فيه ليت بوتنشل من كتر ما هي بروميننت قوي في الاي ار بي سي بقت تبان في السيرفيس اي سي جي وبقى ليها اسم مخصوص ابسيلون واي. ماشي طب هنعالجه ازاي العيان ده؟
هنعالجه هو ازاي لو اي سي دي العيان ده عنده سستين مونومورفيك فنتريكولار تاكيكارديا فاي سي دي هو اول لاين اوف ثيرابي ايه تاني طب العيان ده راكب اي سي دي وبقى يجي له ريكرنت شوكس نتيجه فنتريكولار تاكيكارديا بيتا بلوكرز المفروض من الاول ولو انها ملهاش دور تحديدا في العيانين اللي عندهم اي ار بي سي بس بيتا بلوكرز ابليشن اميودارون ميكسلتين ابليشن الاي ار بي سي از ون اوف ذا موست ريزيستنت يعني لازم سبستريت لان السكار عندهم يا جماعه بيبقى اكتر اي بي كارديال مش هنيو كارديال ف اتس نوت اكسسبل ايزلي باي ابليشن فاحيانا كتير قوي العيانين دول يعملوا ريبيتد بروسيدجرز اب تو ان هم يعملوا اي بي كارديال مابينج يعني لو ده الرايت فنتريكولار فري وول لو ده الرايت فنتريكولار فري وول السكار بتاعة العيانين اللي عندهم ARVC بتبقى سب إبيكارديا ما هياش سب إندوكارديا ايه اشهر ديزيز في الكارديولوجي يعمل سب إبيكارديا سكارك هو الميوكارديتس بتعمل ميد إندوكارديا تقريبا المايكارديتس بتعمل ميد اندوكارديا بس انا سبب بيكارديا بس في واحد بروتوتايب اللي عشانه اخترعوا الابيكارديا فانكشن علشان نعمل الابيكارديا مابينج وابليشن اسمه شاجز ديزيز شاجز ديزيز ايه اللي بتعمل الشاجز ديزيز ده كروموسوم وبيلياي ولا وبيلياي تقريبا ولا كروزي ولا نعرف بقى ونعرف كل حاجه تبقوا شوفوا لنا ايه اللي بيعمل الشغل الجديد ده الابليشن في ار في ديزيز وفرايبل وفيري ثين ده بيبقى ازاي ده ممكن بيرفوريت رايت هو ثين بس از نوت فيري ثين يعني دوبل يعني خد بالك ان لما يكون في فايبروزس اكتر ده معناه ان الريسك اوف بيرفوريشن اقل مش اكتر فايبروس تيشو ده از تاف تيشو ماشي 65 years old female presented to ER with a chest infection and edema دكتور تحب تشيك معانا تحب تقول لنا رايك شو مش لازم نوصل لتشخيص على قد ما احنا نتناقش مع بعض طول في ليت اي سي جي شو بي ويف سينوس ريث اوكي ريجولار هي بي ار انترفير نورمال بيرفكت كيو ار اس نورمال اوكي اس تي سيجمنت ازو الكت كيو تي برولينج كي تي برولونجد هو الكي تي اسسمنت تايب 3 هذا اسمه كي تي قصدك لونج كي تي تايب 3 بص هو احنا عشان نقيس الكي تي كي تي قيسها هنا في الاكزامبل ده مش سهل بس لو احنا هنقول مثلا الكي تي بتنتهي هنا مثلا صح هندي هنحط تانجنت على التي ويف هنا وبعدين هنقيس من اول هنا لحد هنا هتطلع لك الكي تي تقريبا 380 مللي سكند فده مش طويل قوي اتس نوت فيري لونج ايه رايك في الاس تي سيجمنت في الرايت بريكورديال ليدز هنا اليفيتد صح شكلها اليفيتد هل المنظر ده المنظر الاليفيشن ده تحديدا كومن في العيانين اللي عندهم اسكيميا مثلا لا اتس نوت كومون في عيني عيانين ايه رايكم طب نقرا يوم بروجيت ماشي ايه البروجيت ده بس اتاكد ان ما ياخدش ميديكيشن ولا سايكل
طبعا الترايسايكليك اندي ديبريسنت بما ان هي ليها سوديوم شانل بلوكيد افكت بيبقى شكلها عامل ازاي؟ هو 65 سنه العينين اللي عندهم داون سلوبينج داون سلوبينج اس تي سيجمنت اليفيشن وان اور مور اوف ذا بريكورديال ليدز. This is characteristic type 1 progeda ECG. Type 1 progeda pattern in ECG. عبارة عن ايه progeda ده؟ Abnormality of gene encoding for sodium channel. Sodium channel. هنفتكرها ازاي الحكاية دي؟ احنا التست اللي بيظهر البروجيدا ده هو تست اسمه sodium channel blockade. فانت عايز تإكزاجوريت الوضع القائم فضروري البروجيدا سيندروم ده يبقى loss of function mutation. sodium channel مش شغالة بشكل كامل. فانت هتبلوك sodium channel more علشان تخليها تظهر اكتر. طيب تايب 2 وتايب 3 بروجيدا شكلهم عامل ازاي؟ ما بيبقوش داون سلوبينج اس تي اليفيشن كده، بيبقى ليهم سادل شيب اس تي اليفيشن عامله زي سرد الحصان. وبعدين على حسب الديجري اوف اليفيشن، لو هي as far as I remember 1.5 مليمتر اور مور يبقى ده تايب 2 وليس ذان 1 مليمتر اور سمثينج يبقى ده تايب 1. المهم يعني الاثنين شكلهم سادل وعلى حسب الاكستنت بتاع الاليفيشن هما 2 ولا 3. وده مازال تايب بروجادا تايب 2 او 3 باترن. اتس اونلي ا باترن. باترن ده از نوت دايجنوستيك فور ذا سيندروم. امال امتى هنشخص السيندروم؟ لما يكون العيان ده بيجيله documented ventricular arrhythmia او يكون survived sudden cardiac death. انما الباترن بيتشاف كتير جدا في الاي سي جي. طيب نفس الكلام الفاميلي history of sudden cardiac death برضه تيجي بعد البي اف وال هنقول. طيب لو العيان ده جايب ventricular arrhythmia، يعني العيان ده survived sudden cardiac death او جاله documented VF او VT، هنعمل له ايه؟ ICD. ICD. الـ only clear indication للـ ICD في العيانين اللي عندهم inherited arrhythmia syndrome بصفة عامة هو الـ secondary prevention. الـ primary prevention is left for the physician judgment according to the risk factors of each individual disease. طب ايه الريسك فاكتورز في العينين البروجادا؟ تايب 1 حد ذاته ريسك فاكتور، كون ان العيان يبقى عنده الداون سلوبنج اس تي اليفيشن ده، ده في حد ذاته ريسك فاكتور. العيانين اللي جالهم سينكوب دول ريسك فاكتور. ده سينونيم لايه؟ لللونج كي تي اللي اكتر من 500 مللي سكند، وللعيانين اللي جالهم سينكوب في اللونج كي تي. يجي بعد كده في مرحله اقل الفاميلي هيستوري اوف سادن كارديك ديث از ا ريسك فاكتور ان العينين اللي عندهم بروجيدا سندروم. ماشي. طيب لنفرض ان العيان ده جاي لك تايب 1 واي سيمتوماتيك، هتعمل له ايه؟ تايب 1. تايب 1 الدراج تيستينج بيتعمل في العيانين اللي عندهم تايب 2 او تايب 3 عشان يتحولوا لتايب 1 فتثبت بيهم التشخيص. ايبي ستادي. هتعمل له ايه؟ العيان اللي جاي عنده بروجادا ده. ايبي ستادي. أول حاجة في شوية حاجات لازم تقولها له، هتقول له ايه؟ لحالته يعني ولا؟ أكيد طبعا. ما يشتغلش ما يشتغلش الشغلانات اللي هي اللي هو ما ياخدش السوبر. تقول له إن في حاجة اسمها progedadrug.org يبص عليها عشان ما ياخدش الدراجز بتاعت البروجيدا. ما يسوقش، ما يطلعش سقاله. تاني حاجه الكومبتيتيف دو نوت جيت انفولفد ان كومبتيتيف سبورتس. تالت حاجه ايه الحاجه اللي مشهور عنها قوي انها بتبريسبيت الفنتريكولار اريزم في العينين اللي عندهم بروجيدا؟ فيفر. Once you get fever, you get promptly treated with antipyretics.
صح؟ اخر حاجه مش كومن في الكوميونتي افويد الكحول بينجنج. الكحول بينجنج معروف ان هو بيبستيت بالفكره الريتمس في عينين الفجاه، يعني ممكن يدرينك سوشيال انما بينجنج طب البيشنت دي كانت جايه الاستقبال بتشست انفكشن وديزنس بتقول انها كانت وقعت، هي بتوصف ممكن يوصف كوبا داري اللايف فاينالي يعني كانت بقالت اليومين اليوم امبارح والنهارده وقعت كل يوم مره بس ما كانش فيه لوس اوف كونشسنس وكانت جايه لحد ما جت كانت ديزي برضو، يعني هي بتقول انها ديزي وكان فايتال ستيبل وكان ده الاس جي بتاعها لوست كونشسنس. لا ده دازنت لوس اغلب الظن ده unrelated، يعني اغلب الظن ان ده just coincidental finding وانه ملوش علاقه بالديزنس وان الديزنس ده ليه علاقه اكتر بالشست انفكشن والفيفر وكذا. طيب ما قلناش بقى، طيب فعيان جاي بروجاتا تايب 1 واسيمتوماتيك هنعمل له ايه؟ نقول له الحاجات دي، هنعمل له حاجه تاني؟ المفروض كلاسيكلي لا، تحديدا لو العيان ده ما بيشتغلش هاي ريسك اوكيوبيشن المفروض ان انت تشوه مع الحاجات دي وبعدين تسيبه، لان الانسيدنس بتاع الفنتريكولار اريزميا از فيري فيري لو حتى في العيانين اللي هم عندهم تايب 1 بروفايدد ان هم يبقوا سيمتوماتيك. انا سمحت الاي بي ستادي لا المفروض هو معظم الناس ما بتشتغلش هاي ريسك اوكيوبيشن في المرحله دي، لو هو بيشتغل سواق لا لو هو بيشتغل هاي ريسك اوكيوبيشن يو هاف تو ريسك ستراتيفاي ريسك ستراتيفاي وطرق الريسك ستراتيفيكيشن محدوده، يعني احنا ما عندناش في واقع الامر طرق للريسك ستراتيفيكيشن غير على الاي بي ستادي، والاي بي ستادي دورها كونتروفيرشن. الاي بي ستادي كلاس بتاعها 2 بي ريكومنديشن 2 بي في الجايد لاين، يعني معظم الناس thinks that it might not be useful. طيب طب لنفرض بقى ان العيان ده جايب سينكوب تايب 1 وسينكوب هنحط اي سي دي تايب 1 وسيمتوماتيك هنحط اي سي دي. طب افرض هو تايب 1 بس بروفوكت بدراج، يعني هو جاي تايب 2 بس انت عملت له بروفوكيشن بدراج فجاله تايب 1 وهو اي سيمتوماتيك وعنده فاميلي هيستوري في سادن كارديك ده اي سي دي برضه بقى مين بيستخدم تو بي اي سي دي اي بي ستاي تو بي هتحطها بتحط اي سي دي ولا لا؟ مش هحط ها؟ مين هيحط اي سي دي في السيناريو ده؟ بص تايب 1 عشان سادن كارديك ده لا وبص مين مش هيحط overlook in clinical practice. هو ده الديبيت اللي انا عايز اوصله لكم في الانهيريتد اريزميا سيندرومز بصفه عامه. طيب طب العيال ده ركب اي سي دي اللي هو ده بناء على السينكوب اللي جات له والتايب 1 ده فركب اي سي دي وبيجي له appropriate shocks من الاي سي دي هندي له ايه الدراج اوف تشويس؟ البروجال كينيدين دراج اوف تشويس كينيدين صح. طب العيان اللي بياخد كينيدين ده جاي باريزميك ستورم رعايه 23 ايه دراج اوف تشويس للتريتمنت اوف اريزميك ستورم ان ذا سيتنج اوف بروجادا سيندروم؟ يعني اوبريشن باي ستورم بروجادا كينيدين دي اراده ربنا عايزو بروتينول في التريتمنت في الـ
together with the resume story. ماشي. I think كده we covered everything. أنا أقول الكنيدين اللي جابوا الكنيدين مش شرط. شرط ده بس سيناريو عشان يعني مش The 24 years old male presented to our following is in Kobalet Beck. The ECG with two rhythm strips. Showing normal sinus rhythm. Fee bird of the right precordial needs a pattern downstroping ST elevation. في واحد شكلها ممكن تمشي داون سلوبينج بس ما هياش امبرسيف قوي مش نفس ال طب ودي الاثنين بي 2 سدل شيء هو ده شكل السدل صح هو ده السدل شيب اس تي اليفيشن اللي بيحصل في العيانين اللي عندهم تايب 2 تايب 3 تمام طب ده جايب سينكوبال ايبيسود وجايب المنظر ده ايه النكست ستيب اللي انت هتعمله له في اللي بدال جاي السينكوبا الاتاك اي سي دي حتى لو طيب ولا خد بالك ان في مئات الالاف من الناس عندهم الاي سي جي ده فاحنا لو هنركب اي سي دي لكل العينين دول حاجه عظيمه جدا بطل Provocation. هنعمل دراج بروفوكيشن بايه ايه الدراجز اللي بنعمل بيها بروفوكيشن صوديوم مشان البلوك اللي هم الاجمالين والبروكينامايد ممكن لا حد علمي لا ما كانش يعني لا ديفينتلي لا فهو اشهر كل الصوديوم مشان البلوكرز بس تحديدا اللي بيستخدموا في التست هو الاجمالين والبروكينامايد ماشي وبعدين ده لو ما راحش لتايب 1 خلاص القصه خلصت السينكوب دي ندورها على سبب تاني انما لو راح لتايب 1 وهو جايب سينكوب هنعمل له ايه مش هنركب اي سي دي ده حتى لما كان ده عنده فاميلي هيستوري ما ركبنالوش ماشي ري اشورنس وهنقول له الثلاث اربع حاجات اللي احنا بنقولها للعيانين اللي عندهم بروبلم بص هقول لك حاجه احنا احيانا بنضطر نعمل ريسك ستيفيكيشن عينين دي لان احنا بارتلي بنبقى قلقانين وبارتلي هم بيبقوا قلقانين بس هقول لكم برده الدايليما بتاعه الريسك بتاعه الاي بي ستار الاندكشن بتاعه الفنتريكولار اريزميا في الاي بي لاب از ا نون سبيسيفيك فايندينج يعني اي حد نورمال ممكن لو قرصنا عليه شويه في الاندكشن بروتوكول نجيب فنتريكولار فيبريليشن ده اول نقطه فهي نون سبيسيفيك تاني نقطه ان العيانين اللي عندهم بروجادا سيندروم الاندكشن فيهم اسهل من غيرهم فخليك فكر فيها بالطريقه دي اللي هو ايه انت غالبا لو دخلت عيان عنده بروجادا سيندروم يعمل اندكشن غالبا هتجيب له فياف وهتبقى left with the dilemma of هل ده non specific VF اللي بيجي لكل الناس ولا هل ده علشان هو عنده بروجادا سيندروم فده ليه long term implication الجايدلاينز بتقول ان الامبلانتيشن بتاع الاي سي دي في عيان inducible to be indication فهو practice المفروض ان هو may be useful بس ما هوش ليه definite benefit ماشي السينكوب الامزوتين بتتكرر كتير يعني غير حاجه في المانجمنت بس ما فيش دوكيومنتيشن للبي اف او بتاعه ما هو ده السيناريو يعني ما بيحصلش ليه اولا السينكوب بتاعتهم هي اصلا مش كتير الاريزميك سينكوب مش حاجه بتحصل ديلي ايفنت ولو هي كتير ضروري هتبقى دوكيومنت هولتر يعني ما فيش داعي خالص ان يكون في سينكوب اريزميك بتيجي كتير ما نعرفش نعمل لها دوكيومنت ده يعني hypothetical scenario that will not happen in real life. 38 years male presented to ER by palpitations. Blood pressure 110 over 65.
سي جي وريزم ستريب اوكي شوينج ذا نارو كومبلكس تاكيكاردي ريجولار تاكيكاردي اي انا هبقى ميال ان دي مش التي ويفز يعني هبقى ميال ان دي غالبا التي ويفز وهبقى ميال اكتر ان الديفليكشنز ايوه يعني بصي اقول لك اللي انا شايف ان دي بي ويفز شايفه الديفليكشن اللي في اي في ار دي اللي هي بعد الكي ار اس كومبلكس على طول دي ده انا هبقى ميال اكتر ان دي هي البي ويفز لو انا هاجي للي انت قلتيه تحت يمكن يكون الديفليكشن ده بي ويف بس برضو مش متاكد 100% قد يكون جزء من الكي ار اس كومبلكس اللي هنا اللي هنا في 1 دي اللي لازقه في الكي ار اس كومبلكس مش دي مش التي ويف دي اللي هي الجزء ده ديفليكشن ده قد يكون ده بي ويفز يعني ده لو انا if I have to say I will say that this is the ويفز مش فدي تاكيكارديا نارو كومبلكس ويز 1 تو 1 على قدر المعلومات المتاحه لو احنا اعتبرنا ان دي البي ويفز طب ايه الديفرنشال بتاعها اس في تي اس في تي ان الاس في تي ثلاث انواع في اي في ان ار تي وفي اي في ار تي وفي اتريال تاكيكارديا قد تكون اي واحده من الثلاثه دول ماشي طيب هل في معلومات اخرى افتر اميدرون انفيوجن ماشي فده عيان خد اميدرون انفيوجن معرفش ليه عشان ال اس في تي دي خد اميدرون ده ريل لايف سيناري انا هنت نفسي والله هو ليه مش كاسين شنل او ادينوزين حتى خد ادينوزين الاول وبقى في كام فيلد ادينوزين فيلد؟ من اني بلد اللي بتدي ايه ما علينا هي الادينوزين لو فيلد يخليني اشك غالبا من البلاك ويب لو الادينوزين فيلد يخليني اشك في الفريشة ده جوز ممكن ده لا لا مش شرط لا مش شرط يعني ما فيش حاجه هافتو احيانا في ادويه بتفيل واحيانا الادينوزين يوقفها لمده 2 بيتس وبعدين ترجع تاني وده ما يبقاش ريكوردد المهم يعني هم السيناريو اللي هم بيبروبوز هو ده which is okay يعني مش غلط يعني ان انت تدي انترافينس اميدارون في عيان عنده اس في تي بس احنا عمرنا ما ما بنحتاج لكده ايه رايك بقى يا مريم في الاكسيليشن في ال اي اتش يعني مش عارفه ممكن نربط بس يعني في تي ويف انفيرجن في بي واحد بي ثلاثه تقريبا او اثنين في ار انترفال هنا شورت بي ار انترفال شورت بي ار اوكي ماشي بس احنا قلنا شويه حاجات كلهم ممكن يتحطوا تحت بند واحد لو احنا قدرنا نوصل للتشخيص احنا قلنا ان في فولتج كرايتيريا صح وقلنا ان في انفرتد تي ويفز وقلنا ان في شورت بي ار انما وي ميست تو امبورتنت ايشوز ان الكيو ار اس وايد وان في سليرنج في اول الكيو ار اس باين قوي في ليد في 5 وفي 6 اللي هو ده وده فده هنقول عليه ايه هنقول عليه دبليو بي دبليو سيندروم بي ار قصيره ووايت كيو ار اس كومبلكس ودلتا ويف في اول الكيو ار اس كومبلكس صح ده بقى يفسر الفولتج كرايتيريا يعني ما نقدرش نشخص ال في اتش في وجود الدبليو بي دبليو وده يشخص التي ويف انفيرجن ما نقدرش نشخص تي ويف انفيرجن في وجود الدبليو بي دبليو ماشي في سكورنج اي ثينك في الفرجمنتيشن كيو ار اس كومبلكس هنا شك في سكورنج نو اي دونت ثينك سو ما تقدرش ما تقدرش تعتمد على depolarization is not going in the normal way depolarization ده جاي بيactivate الventricle over an accessory pathway فما تقدرش تحكم على شكل QRS complex من سواء كان fragmented او كذا ماشي فواضح ان supraventricular tachycardia اللي كانت موجودة قبل كده كانت نتيجة accessory pathway صح؟ يعني هي AV re-entrant tachycardia طب
وهي على فكره ممكن تكون اي نودر ري انتر تاكيكارديا وارد ويكون الاكسسوري باث واي ده باي ستاند ملوش اي علاقه بالسيركت صح. يعني طبعا الامور بتمشي مع بعض ثينكس جوز توجذر. يعني اغلب الظن ان الاس في تي دي سببها الباث واي ده, بس ده مش معناه ان انت تخش مثلا الاي بي ستادي ان كلوزد مايند ان الاس في تي دي هاز تو بي اي في ار تي, ات مايت بي سمثينج ايلس. طيب هنعمل ايه العيان ده؟ ابليشن. الابليشن از ا فيرست لاين تريتمنت في العيانين اللي عندهم دبليو بي دبليو. طيب ولو انت مش هتابليت نتيجه ان العيان ريفيوزنج, نتيجه فاينانشال ايشوز, نتيجه ليميتيشن ليها علاقه بالريسورس, هتعمل ايه؟ هتدي له علاج ايه؟ نديله بروبوفينون ممكن, نديله فليكانايد ممكن, انما ما ينفعش نديله بيتا بلوكرز, ولا ينفع نديله كالسيوم شانل, ولا ينفع نديله لانوكسين, ولا يفضل نديله سيتالول, ولا يفضل نديله اميدارون. دكتور بقى معلش في الاستقبال بقى, هو ما فيش غير الحاجات دي والله يعني دي حقيقة. بعدين انا اعرف منين. لا لحظه واحده العيان اللي جايب اس بي تي انت تقدر تستخدم معاه كل الحاجات دي, مفيش اي مشكله خالص. هو انت تعرف ان العيان ده هيبقى عنده بريكسيتيشن؟ انت ما تعرفش. انت جاي لك نارو كومبلكس تاكيكارديا. النارو كومبلكس تاكيكارديا دي تقدر تديها كل الايفي نودال بلوكينج ايجنتس وات ويل بي سكسسفول تو ترمينيت ذا سيركت. اللي ما ينفعش نديله هو الوايد كومبلكس تاكيكارديا, هو اللي جايب وايد كومبلكس تاكيكارديا ده اللي ما ينفعش نديله. وبقى لو جاي لك في المرحله دي اللي هي مرحله النورمال ساينس ريذم, هتديله فليكانايد, بروبافينون متاخر. ماشي. فبعد الجايد لاينز التشينج الاخير اللي حصل في 2019 ده, والاميدارون ما عادش يفضل في العينين اللي عندهم شك في بري اكسايتيشن, اصبحت الوايت كومبلكس تاكيكارديا ينتهي بيها الامر في بلدنا في دي سي كارديوفيرجن المفروض. طبعا مش ده الصح قوي, لان المفروض يكون في دراجز زي الانترفينوس بروكينامايد البرونستيل وزي الايبيوتلايد وخلافه, انما هو ده الوضع. لو انت شور انت في تاك هيبقى ده يقربك اكتر من الدي سي شوت. يعني ده اي سي جي ده مثلا اكزامبل تاني, يعني اكزامبل تاني للبري اكسايتيشن. ماشي نكست. حاجه تانيه هتقولها؟ ده سي جي سهل, مش صعب. ده هلس شو قد غيران باي دايركشنال بيتا. طب ما توصف لنا كده, يعني ليه قلت عليها باي دايركشنال بي تي مثلا, ليه ما قلتش عليها باي جيميني مثلا؟ عندنا وايت كومبلكس two complexes white. والاهم من كده ان مفيش واحده فيهم قبلها بي ويف, مفيش واحده ساينس. لو كانت كده كنا قلنا ده باي جيميني. ده الاثنين ليهم فنتريكولار اوريجين. هي الكومبلكس رقم 4 بي في ويف ديفيوجن, ممكن تكون فيوجن او ممكن تكون في تاك او ممكن تكون بي في سي من حته ثانيه. وارد عشان كونفيرم ديجنوستيك في تاك. يعني الصراحه احنا ما نعرفش شكل الانترنسيك بتاع العيان ده ايه, صح؟ فكون ان انت بتحلف ان دي فيوجن هيبقى صعب. فلما انت لقيتهم الاثنين وايت والاثنين فنتريكولار ان اوريجين, لان مفيش قبلهم بي ويفز, قلنا ان ده باي دايركشنال فنتريكولار تاكيكارديا. الباي دايركشنال فنتريكولار تاكيكارديا كاركترستيكلي بتغير الاكسس, صح؟ طيب دي بتحصل في العيانين اللي عندهم ايه؟ لانوكسين انتوكسيكيشن. ما عدناش نشوفها قوي لان اللانوكسين يوز قل والاويرنس زاد. فبتحصل فين تاني؟ تيجي
CPVT CPVT كاتيكولامينرجيك بوليمورفيك فنتريكولار تاكيكارديا. الكاتيكولامينرجيك بوليمورفيك فنتريكولار تاكيكارديا ده ديزيز بيجي في اليونج ايج غالبا البريزنتيشن في العشرينات بالكتير في الثلاثينات. غالبا بيجي العيانين بسينكو ريليتد تو اكسرسايز نتيجة ميوتيشن في انهي جينز. في اتنين فورمز اوف سي بي في تي سيكوسترين تقريبا واحد اسمه سي بي في تي 1 والتاني اسمه سي بي في تي 2. الاولاني ده نتيجة جين ميوتيشن في بروتين اسمه الرايانوجين ريسبتور ده مسؤول عن السيكوستريشن بتاع الكالسيوم في الساركوبلازميك ريتيكولا. تاني جين اسمه كالسيكوستريل صح. يبقى الرايانوجين وكالسيكوستريل تمام. ده سي بي في تي 1 وده سي بي في تي 2 ده ينتج عنه ايه؟ ينتج عنه ان الكالسيوم يزيد بره الساركوبلازميك ريتيكولا. الكالسيوم ما ينفعش مش عارف يبقى ريسيكوستريتد جوه الساركوبلازميك ريتيكولا فيقوم السيلولار ليفل بتاعه يزيد فيؤدي الى اريزميا من نوع ال ميكانيزم بتاع الاريزميا ايه في النوع ال ديلايد افتر ديبولاريزيشن صح؟ انتوا عارفين ان الاريزميا ثلاث انواع ما فيهمش تاني رابع صح؟ اول حاجه ري انتري تاني حاجه اوتوماتيسيتي ثالث حاجه تريجرد اكتيفيتي والتريجرد اكتيفيتي دي ايرلي افتر ديبولاريزيشن وديلايد افتر ديبولاريزيشن ماشي. طيب طب العينين دول هنعمل لهم ايه؟ بيتا بلوكر. بيتا بلوكر اهم خط من خطوط العلاج صح. انه نوع من البيتا بلوكر الريكومندد هو بيتا بلوكرز without intrinsic mimetomatic طيب انت فاكرين ايه ده؟ ايه ال intrinsic sympathomimetic activity؟ partial agonist اول ما يشتغل على الريسبتور يزود الفانكشن rather than يقلل الفانكشن في درج مخصوص اوف تشويس في العينين اللي عندهم سي بي في تي لا بيتا بلوكر ايه البيتا بلوكر اوف تشويس في العينين اللي عندهم سي بي في تي درج بالاسم ده حد داخل الامتحان حاجات دي علينا على فكره هكتبه عشان ما تنسوهوش هو درج احنا مش عندنا للاسف عشان وايت بس ده كاركترستيك فور سي بي تي لما فيش حاجه تعمل لك ده غير السي بي تي او سيناريوهات ثانيه بقى عيان عنده هارت فيلير ورينال فيلير وبلاكت ناقصه فده وضع مختلف
الالترنيتنج رايت باوند وليفت باوند ده ليه اي ميكانيزم ولا هو ايه الميكانيزم بتاع الاريزميا دي؟ زي ما قلنا دي ليه افتر ديبولاريزيشن، ليه الاريزميا دي بتغير الاكسس؟ وقت الـ يعني وقت الباندل بتقفل بتروح تطلع على الثانيه. لا الاريزميا دي بتغير اكسس لان هي بتبقى عباره عن ديليد افتر ديبولاريزيشن في السيستم، هي عباره عن الترنيتنج اوساي في الرايت باندل او في الليفت باندل، فتعمل التشينجينج كونفيجريشن ده رايت باندل ليفت باندل، او الترنيتنج اوساي في الليفت انتير فاسيكل والليفت بوستير فاسيكل، فتقوم تعمل التريشن في الاكسس، يعني تفضل ليفت باندل اه بس الاكسس يبقى بيتغير بيك تو بيك، فيعمل لك المنظر ده. ماشي، طب ايه دور الاي سي دي في العيانين دول؟ لو فيلد بيتا بلوكر ولا العيانين اللي بيجي لهم سينكوبي ديسبايت بيتا بلوكر ثيرابي، من كتر ما البيتا بلوكر هي المين ستين بتاعت التريتمنت ده، لازم العينين دول تحديدا يتقال لهم ان هم يكونوا ريجوريسلي ستاك تو ذير ميديكيشن، لان اي سكيبنج اوف ذا دوز ممكن يبريسيبيتيت فنتريكولار اريثميا، فدول من اكتر العينين اللي لازم يكونوا كومبلاينت على الميديكال تريتمنت، ويفضل انهم يتعمل لهم ريجولار اسسمنت باكسرسايز تيست عشان تتاكد ان الهارت ريت بتاعهم ما بيوصلش للهارت ريت اللي بيتريجر الفنتريكولار اريزميا، وان هم ما بيجيلهمش فنتريكولار اريزميا وذ اكسرسايز. تمام، طب احنا ما عندناش الا دول، ايه احسن بيتا بلوكرز عندنا؟ بروبرانولول سكند تشويس، بروبرانولول طيب ضروري تكون عارف ان احنا بنريفرين على قد ما نقدر ان احنا نركب اي سي دي في العينين دول unless it's highly indicated. ليه؟ لان احيانا الاي سي دي ده دول عينين صغيرين في السن صح؟ هيلعب عنده 18 سنه هينزل يلعب ماتش كوره، انت ظابط الديفيبريليتور على 200، اي حاجه فوق ال 200 بيت بير مينيت الجهاز هيدي شوك، هينزل يلعب ماتش كوره الساينس ريت بتاعه هيوصل ل 200 هياخد شوك، هيقوم يحصل سيمباثيتك سيرج فيقوم يجيله فنتريكولار اريزميا على هارت ريت 220 فيقوم ياخد شوك، فيقوم يجيله فنتريكولار اريزميا على هارت ريت 250 فيقوم ياخد شوك، فيجيله في اف فيقوم ياخد شوك. السيركل دي قد تؤدي الى مورتاليتي، فانت يو هاف تو بوت ذا اي سي دي وان اتس هايلي انديكيتد يو هاف تو بروجرام ات as a shock box. يعني ايه shock box؟ يعني for treatment of ventricular fibrillation بس high rate 230-240 single zone، يعني ما بنعملش programming ل multiple zones وما بنديش حاجة اسمها anti-tachycardia pacing زي العينين اللي عندهم ischemic يعني العينين اللي عندهم ventricular tachycardia نتيجة ischemic heart disease بنعمل لهم programming على ثلاثة zones، واحد monitor مثلا من اول 150 لحد 170، وبعدين لو جاله فنتريكولار اريزميا على 170 ياخد ايه انتي تاكيكارديا بيسنج كذا مره وبعدين ياخد شوكس. لا ده مش مفضل في العيانين دول، العيانين اللي عندهم سي بي بي تي لازم يبقوا بروجرام تو سنجل زون هاي ريت علشان الديفايس بس يشتغل في الجي اف عشان ما يعملش الفيش سيركت بتاعه التريجرنج وفنتريكولار اريزميا. ماشي، يعني الاخر كل اللي كانت الاريزميا بس وانا اي سي دي سكندري بيتا بلوكر، بالعكس يعني بلوكر بعد سكندري بريفنشن هو اللي واضح وضوح الشمس اللي هو عيان جاله بالتريكولار اريزميا او سيرفايف سادن ديث. البرايمري بريفنشن اولا لازم تبقى عارف ان يور ديسيجن از فيري امبورتنت لانه بيست اون كلينيكال جادج، بس بيرينج ان مايند ريسك فاكتورز فور كل فور ايتش انديفيدوال ديزيز. اللونج كي تي الريسك فاكتورز هي اللونج تي ده قد ايه؟ 500 مللي سكند ولا لا؟ العيان بيجي له سينكوب ولا لا؟ لو العيان بيجي له سينكوب اون بيتا بلوكرز وعنده كي تي طويله هتحط له اي سي دي فور برايمري بريفنشن. انما الفاميلي هيستوري اوف سادن كارديك ديث لوحده از نوت انف از ان انديكيشن بيرنج ان مايند ذات ذيس كود كرييت سم
يعني discussions with the family and so forth. نفس الحكاية العيانين اللي عندهم بروجادة الريسك فاكتور هو وجود سينكوب أو إن يكون العيان ده عنده spontaneous type 1. الفاميلي هيستوري في سادي كارديك داث لوحده مش كافي حتى لو كان العيان ده عنده بروفوك type 1 بالدرجز. السي بي في تي المين ستاي اوف ثيرابي بتاعها هو البيتا بلوكرز تحديدا النادولول. الاي سي دي هنلجأ له في العيانين الهاي ريسك بس ونبروجرام ات انتو ا سنجل زون with a high rate to avoid vicious circle of inducing ventricular arrhythmia. I think for time limitation I have to stop at this point.